يا صباح النور والهنا، صباحكم نادي ومزهر يا رب. النهارده مفيش شمس، الجو شكله هيمطر كالعادة. ظهر الصيف خلص، الصيف عندنا يعني تقريبا 3 أيام. المهم أنا دايما عندي مشكلة مع النوم، مش عارفة حكيت لكم الحكاية دي ولا لأ. نادرا ما بقدر أنام ساعة أو 2 على بعض، وممكن اصفي في الليله كلها نوم 3 ساعات مثلا متفرقين او كده. لو تعبانه قوي 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 ممكن انام 3 4 ساعات ورا بعض، بس بقعد عليها كام يوم بعدها مش عارفه انام. فالمهم اتعلمت ان انا اسايس قله النوم، لانه عندي مزمن من زمان قوي. اسايس قله النوم باني كل ما اصحى اتفرج على فيلم حلو، اكتب حاجه حلوه، اقرا حاجه حلوه والى اخره. يعني صباح الفل. ده للناس اللي كانت بتقول لي ما بتكلميش العصافير ليه. طيب حكاية قلة النوم دي ممكن تبقى نقمة، وأظن إنها أكيد مرهقة للجسم وللأعصاب. يعني أكيد هي مش حاجة كويسة. الناس اللي عندها الأرق المزمن دي أكيد ناس مش مرتاحة يعني. لكن زي كل حاجة في حياتي صعبة بحاول أطلع منها حاجة حلوة وسهلة ولطيفة ومفيدة، فزي ما قلت لكم انا بحاول اسايس قله النوم. بس وانا امبارح بسايس قله النوم، واحده زميلتي وصاحبتي لطيفه لذيذه جدا دمها خفيف قوي فكرتني بحاجه انا كنت قلتها من فتره. جدتي لما كانت تلاقيني ما بنامش ابدا، تصحى بالليل تلاقيني، تصحى الصبح بدري تلاقيني، تصحى الفجر تصلي الفجر تلاقيني، تيجي تنام بالليل متاخر تلاقيني. يعني الوقت القليل اللي قضيته عندها وانا كبيره كانت بتقلق قوي من حكاية قلة نومي دي. فكانت تقول لي كلمة لطيفة جدا جدا بقى، كانت تقول لي يا بنتي نامي دي العفاريت بتقيل. قعدت افكر في الحكاية دي، عفاريت ايه اللي بتقيل وبتقيل فين؟ وجدتي شافت العفاريت اللي بتقيل فين؟ مش قادرة افهم يعني. وحتى العفاريت بتقيل وانا لا، قلة البخت يا رب. يلا الحمد لله. المهم انه حكاية العفاريت اللي بتقيل دي فكرتني بالكلام اللي دمه خفيف اللي ما بيكونش متجهز. الناس اللي دمها خفيف بالفطرة، يعني هي الناس يا دمها خفيف فكل حاجة بتقولها بيبقى فيها خفة ظل، يا إما يعني ممكن ما نهزرش عادي مش هيحصل حاجة يعني. إنما إن الواحد يهزر وهو دمه مش خفيف صعبة، صعبة شوية. بس يلا الناس كلها خير وبركة، وأصحابنا وحبايبنا تغلطوناش بقى على الصبح. المهم حكاية الدم الخفيف دي فكرتني جدتي برضو كانت دايما تقول إيه، جدتي مامتها بقى اللي هي نينا الكبيره اللي انا كنت دايما بحكي لكم دعويها وحاجاتها الحلوه. اما كانت تلاقينا اطفال صغيرين كتير، واحنا كنا اولاد خاله يعني كتير وفي سن قريب قوي من بعض، كل 2 3 قد بعض، فبتلاقي جيش موجود في البيت الكبير. فكانت لما تلاقي اطفال كتير موجودين في الكوريدور او في الطرقه زي ما كنا بنقول عليها، او حوالين ترابيزه السفره او مش عارفه ايه، كل يا عيني الست ما تيجي تريح تلاقي يعني مدرسه ابتدائي فاتحه في اوضه من الاوض. فكانت لما تلاقيني في الممر او في الكوريدور او مش عارفه ايه، تقول لي اوعي كده وانتي عامله زي شحاتين ايطاليا. شحاتين ايطاليا ايه اللي بيمشوا في الطرقه؟ مش معنى شحاتين ايطاليا، الحكايه دي مش هقدر افهمها ابدا. واظن انه كان في موسيقار مشهور يمكن كانت مامته بتقول له كلمه مشابهه كان حكاها مره يعني. المهم انه حكايه شحاتين ايطاليا دي كمان فكرتني بحاجه تانية لطيفه برضو عن الكلام اللي دمه خفيف، الاستاذ محمود السعداني اللي هو انا لا أمل ولا أكل من الكلام عنه، لأنه حقيقي كان عبقري. دم خفيف، دمه خفيف من غير ما يحاول، دمه خفيف وهو بيتنفس كده، هو بيتكلم الكلام العادي دمه خفيف. والسخرية اللاذعة أظن إنها كانت جزء من تعبيره عن حالة واقعية شديدة الخصوصية والجدية في مصر. وأظن إنه إحنا شعب بيتعامل مع كل المواقف الصعبة بالنكتة، وكنا مشهورين بحكاية النكت السياسية كمان والكاريكاتير السياسي وكده يعني. لكن افتكرت كذا كلمة كان بيقولها الأستاذ محمود السعداني، شفتها له في لقاءات وحكاها لي عنه أصدقاء وكذا من اللي عاشروه يعني. كان يقول لك ايه، دول لابسين مزيكا. اما تبقى الناس لابسة لبس مش متناسق يقول لك دول لابسين مزيكا. هي المزيكا حاجة حلوة، بس لابسين مزيكا دي تحس انه في زنبليطة في الصالون. وانا بقول كلمه معرفش هي ضحكت ناس، بس انا حقيقي بقصدها بالمعنى الاول حاجه تيجي في بالكو يعني. اما يكون حد لابس لبس مش متناسق
بس حد يعني صاحبي وحبيبي انا عارفاه، مش من نوع الناس انا اللي بيتنمر على الناس ولا يعيب على حد ولا يتكلم على حد ولا حد معدي يقول بص لابس ايه، ما عنديش حكايه دي خالص، وبزعل قوي من اللي بيعمل كده، لانه يعني ممكن الواحد يقعد في حاله ويبقى لطيف جدا، يعني مش لازم رأي الناس في كل حاجه تخصها وما تخصهاش. المهم فبقول على نفسي انا يعني لما احس ان انا يوم نازله اشتري حاجات، وانتوا عارفين كل واحد فينا عنده حاجه كده مريحه بيلبسها وهو نازل، فاقول انا لابسه زغروطه، فالزغروطه دي تحس ان واحد كده ماشي في الشارع لابس زغروطه، ما اعرفش ايه الصوره الخياليه اللي جت في دماغي، بس يعني بحسها حاجه مفنكشه كده. فالاستاذ محمود السعداني كان يقول لك ايه، دول لابسين مزيكا. حاجه تانية برضو كنت بحبها له قوي، يقول لك الهي الدخ دخت البلجيك. معرفش برضو البلجيك ده اخو امتى، اكيد حاجه ليها ريفرنس للحرب العالميه الاولى او الثانيه، اظن يعني ان دي مرجعيتها اكيد، لان انا ما شفتش حياة البلجيك ده اخو فين، لو حد فيكم يعرف دخت البلجيك دي ايه والنبي يبقى يقول لنا، حاب اسال اكرم. اكيد الاستاذ محمود او هاله حبيبتي بنوت، الف رحمه ونور على روحه، ربنا يدي الصحه والعافيه للاستاذ صلاح ولعيله السعدانيه كلهم. وانا برضو لا اكل ولا امل ان انا اقول اني انا بحب العيله دي قوي فده صباح نزيه في محبة السعدانية، صباحهم نادي يا رب كلهم. فالأستاذ محمود السعداني بقى كان يقول لك إيه، دول لابسين مزيكا وإله الدوخ دخت البلجيك. الحكاية دي بسطتني أوي، ضحكتني جدا. من الكلام اللي دمه خفيف برضو جدا، الكلام اللي هو الحاجة اللي في مصر مشهورة أوي، حكاية الأفية، ودي الأستاذ محمود المسلمي مش بارع فيها، عبقري استاذ، انك تعمل كلمة شبه كلمة تانية تبتدي بيها جملة جديدة اما تكون خاتم بالاولانية. ف حكاية الافية دي في مصر حاجة مشهورة قوي قوي قوي، بابايا شاطر فيها كمان، بابايا محامي مفوه يعني، ربنا يديله الصحة طول العمر، وما بيغلبش، لسانه طلق جدا ما شاء الله، ويعني مميز جدا في الحكاية دي، فكان شاطر قوي في القافية كمان. فبس ففي كلام كتير بيبقى دمه خفيف، بيخرج كده بالفطرة، ويستاهل الصراحة ان احنا نقف عنده وندونه، لانه فعلا حاجة حلوة قوي قوي. عموما بكرة وانا في المطار لما ابدا اول مشوار هصبح عليكم، وكل ما هقدر في الرحله بتاعتي لحد اخر الشهر دي اسجل فيديو لطيف اصبح بيه عليكم كمان مره، واتكلم في حاجات حلوه وافرجكم انا رايحه فين، واقول لكم الاجتماع ده هيمشي ازاي والدنيا عامله ايه وكده، لما اوصل مقر الامم المتحده في البلد اللي انا رايحاها اكيد هصبح وامسي عليكم. ودعواتكم، صباح الفل عليا، سلام.